اللي جاي يصير بالزوراء؟ كل شيء بيصير. النتائج السلبية؟ شوف، هي النتائج مو سلبية، يعني عدم القناعة، عدم المستوى. أعتقد الكل يعني يعرف الخلل، يعني وين الخلل؟ شوف، الخلل هي أنا وجهة نظري خلل عدم التوفيق. يعني أنت توصل الجول وما تحقق يعني أهدافك المرجوة. إذا كان نتيجة إيجابية أعتقد كل فرحان. إذا كان الجمهور، إذا الفريق جاي يوصل للجول، والله شوف، أيوب مدرب كبير طبعاً، ما نختلف عليه. الرجل بالتمرين يعني مواظب إلى أبعد الحدود، بس هي عدم التوفيق لا أكثر ولا أقل. قلت لك هي 20 فريق كلها تريد نتائج ومحقة وحق مشروع، وكل الفرق من تجي تلعب أمام الزوراء، وأعتقد لاحظتوها تعطي كل ما عدا يعني. ولهذا السبب لا إحنا متمسكين بكابتن أيوب. هذا منتهين من عنده، ما عندنا نوعية الإقالة نهائيا بمضمون وأفكار الهيئة الإدارية. سمعت أنه راح تقاضون أي شخص يسيء لكم كإدارة نادي الزوراء، بكل تأكيد كل شخوصكم وكل أسماءكم محترمة، ولكن هل فعلا هنالك أشخاص تسيء إلى أعضاء إدارة نادي الزوراء وممكن راح تقاضهم مستقبلا؟ شوف، هاي الفكرة ماكو، بس أكو برنامج يعني، وهالبرنامج ما اريد اذكر اسمه، ما يمكن اللقاءات ويا الجمهور وبعد ما انتهي المباراه هو عصبي ومنفعل، فتوقع كل شيء يتكلم. يعني انا واحد الناس كعضو اداره ومشرف على الفريق الاول ما اتكلم مع اللاعبين بعد انتهاء المباراه، تعرفه منفعل، يعني اي كلام من عندي ومن عنده راح تكون سيئه، حاله عصبيه، وهاي غلط. يعني المفروض يعني احنا نريد نعلم مجتمعنا فت كلام طيبة، كلام حلو، جمهورنا مثقف، جمهورنا لما كان يعني زينة. أنا عشت يعني بالثمانينات التسعينات ما كويش سب، ما عندنا نهائيا سب. يعني الآن بدأ التجاوز، حتى الأمور الفنية بدأوا يتدخلون، وهذا عملية خطر جدا. يعني هم والناس محبين، جمهور من حقه يطالب. يعني بعد سجلنا هدف التعادل الجمهور كله تعاطفت وياك. نتائج سلبية طبعا هاي توقع، خصوصا الفرق الجماهيرية توقع. إذا كان مو بس احنا الزوراء، كل الفرق الجماهيرية احنا يعني من نتقبلها بهذا الصبر، بس بدون أساءة. يعني بدون أساءة، نقد موجود نتقبل من أي واحد ينقد بهذا الموضوع، ماكو مشكلة. أي بدون تجريح. راح تقابلون ابن الزوراء حيدر عبد الأمير، وحاليا هو في توهج مستمر مع نادي زاخر. شوف، حيدر مدرب كفو يعني، واتمنى له التوفيق، واعتقد الطرفين يعرف خفايا الثاني، بس احنا الحمد لله عندنا ثقه باللاعبين، عندنا ثقه بالكادر التدريبي، والفائز راح نقول له مبروك، بس احنا عندنا ثقه ان شاء الله، خصوصا احنا مساله الكاس يعني معروفين عن الزوراء، يعني محصلين بطوله، اكثر انديه محصلين بطوله، وان شاء الله راح يعني نلعب بقوه خصوصا مع الزاخو، وماكو فرق بين الزاخو والزوراء، اثنيناتهم بالزاخو. شو وقت حيدر عبد الأمير يجي يدرب النوارس؟ والله اللاعب شاب، يعني مدرب شاب، واتمنى له التوفيق ويكسب خبره ان شاء الله، وهذا حق مشروع لكل الاطراف، كل مدرب له. باب النادي مفتوحه، باب النادي مو فقط الحيدر عبد الأمير، كل ابناء النادي مفتوحه، واي واحد يثبت نفسه ما عنده مشكله، وهذا احتراف يعني ما بيها مشكله، بس احنا حاليا الكادر الموجود عندنا متمسكين به، وان شاء الله كل داعمين قوي.